تفسير حلم إنجاب البنت من الأحلام التي كثيرا ما يراها الرجل أو المرأة، ويرغب في معرفة التفسير المناسب لها. وإنجاب البنات مما يدخل البهجة والسرور على قلب الكثير من الآباء والأمهات لطبيعة البنات الرقيقة وحاسسهم المرهفة. تفسير حلم إنجاب البنت بالنسبة للفتاة العزباء: رؤية الفتاة العزباء أنها تنجب بنتا في المنام قد يشير إلى تخلص الفتاة من المشكلات والصعوبات التي تواجهها، وقد يعني الحلم تحمل الفتاة للكثير من الآباء والمسؤوليات. أما إذا رأت المتزوجة أنها تنجب بنتا، فالمتزوجة إذا رأت في المنام أنها تنجب بنتا قد يشير إلى تغيير الحياة الأفضل والسعة في الرزق وكثرة المال الذي تناله المرأة وأفراد عائلتها. أما المرأة الحامل إذا رأت أنها تنجب بنتا جميلة الشكل في الحلم قد يشير إلى فرحة المرأة بالحمل وشعورها بالسعادة والراحة، وإذا كانت البنت قبيحة فقد يشير إلى التعرض لبعض المشاكل والصعوبات. رؤية المطلقة في المنام أنها تنجب البنت قد يشير إلى خروج المرأة من الحالة النفسية السيئة التي تمر بها وانتهاء الشعور بالهم والكرب والفرج القريب. الحالم إذا رأى إنجاب البنت في المنام فإنه يدل على الفرح القريب وانتهاء الشدة والبلاء. أما إذا رأت المرأة في المنام أنها تنجب بنتا ومن ثم تعرضها قد يشير إلى التفاؤل والأمل في تحسن الأحوال وبلوغ المراد والأهداف التي تخطط لها المرأة. الحالم سواء كان رجلا أو امرأة إذا رأى في المنام إنجاب إحدى القريبات للبنت في المنام فهو خير ويدل على انتهاء الخلافات والمشكلات العائلية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، إلا عجبتكم ما تنسوا تديروا جيم وتبارطاجيو الحلقة مع أصحابكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.